يا الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ علي. شو صحتكم ولا؟ حياكم الله. شلونكم؟ زين اخباركم؟ الحمد لله والله بخير سماحة الشيخ. الله معكم. كان عندي استفسار بسيط سماحة الشيخ علي. خادمك شيخ علي، تفضلوا. حياك الله. شيخنا، ما الفرق بين التقية والكذب؟ التقية والكذب؟ والكذب. فرق شاسع. جميل، ايه هي موارد التقية يا شيخ؟ عرفني الفرق. موارد التقية، انا كان في هذا الشهر، شهر محرم، عقدت بحث حول التقية. ممتاز. وبينت يعني ما هو الفرق بين الكذب والتقية. التقية يكتم ايمانا ويظهر كذبا من اجل الحفاظ على دينه وماله وعرضه. يكتم ايمانا؟ يكتم ايمانا داخل من اجل ان يحافظ على، من اجل يحافظ على ماله وعرضه ودينه. الحفاظ على ماله وعرضه ودينه المعتد به. طيب، بينما الكذب لا خلاف ذلك، الكذب لا بعد واضح. طيب شيخ علي، انت الان مقلد للسيد السيستاني، اليس كذلك؟ اي نعم اي نعم. هل ابو بكر كافر؟ هسه احنا ما نقدر نجزم هذا الكلام. طيب، لكن عدة روايات انه التولي والتبري من اعداء اهل البيت، هاي من ضمن عقائدنا، من ضمن فروع الدين. الان يا شيخ، انت شيعي وانا شيعي مثلا، ونتحدث سويا، انا من مصر، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد. هل ترى بكفر ابو بكر وعمر وعثمان؟ حسب الروايات نعم. نعم، احسنتم واقعا. شكرا لك شيخ علي، انا من اهل السنه والجماعه ولي برامج في صفا ووصال، وسجلت المكالمة دي وكنت عايز اخد من حضرتك التصريح ده. ممكن انا في حل ان ارفع المكالمة على اليوتيوب والقنوات منك من اتباع السيستاني، ولا لا تحل لي ذلك؟ انا ما اجوز لك ذلك. ليه يا شيخ؟ انت ما تجوزي، انا اجوز ذلك ان شاء الله. لا وسترفع. لا اسمح لك ايه؟ وسترفع، لن اسمع منك. ها هم اتباع السيستاني اللي بيقولك السنة انفسنا. سامع يا سني، يا من يقولون لك السيستاني يقول السنة انفسنا، ونحترم الصحابة ونجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونحترم الخلفاء. ها هو بدون تقية. حينما قلت له الفرق، عرفتم أن السيستاني يكذب وأن مقلد السيستاني يكذبون حينما يقولون أنهم يحترمون الخلفاء ويقولون أنهم مسلمون. ها هو بينا لكم أيها المستمع الكريم، ها هو شيخ الشيعة علي، هذا من أتباع السيستاني في الحسينية كما ترونه، يقول بكفر الصحابة الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللهم اجعلني ممن اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. ده يقول لك مرتدين كفار، والله يقول أعد لهم جنات. نصدق أمثال هذا أم نصدق القرآن الكريم؟ اللهم دعهم الشيعة من أيدي هؤلاء الدجلة. هذا هو الوجه الحقيقي لجميع الشيعة، ودعك ممن يستخدمون الكذب الذي يسمونه بالتقية.